بربي الروبه يا اخي ولات موضه، الناس الكل لابسينها الروبه هكا. شكون؟ امنا فاخر في العيد جاتنا بروبه كيما هكا بريس. ما في باليش. شوف. ابون انا خاطر طليت في الخطبه والكل ما تفرجتش، اما هذه الروبه معناتها صممها لي يوسف الجسمي وبعث لي في عيد الحب وقتها وانا لبستها معناها توا في غزاخ. نفس الروبه. مغرومين بها؟ ما نعرفش، انا جاتني من عند المصمم فيديو معناتها من عند يوسف. وتيتها روبتها؟ وتيتها 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 وتيتها. مبروك ما عملت؟ عايشك عايشك. الجمعة هذه احتفلت بالخطبة بتاعك؟ ثاني عيد؟ ثاني عيد. هذا ما تصور هبطتهم؟ علاش مغطيت الوجه؟ يا هادي تصور كان خليت وجهه. ايماجين انت في طلع تجيني الحكاية وتولي تطلع عشان الف حكاية وحكاية هكا بوغ ايفيتي لي باغازيت هكا غطيت هكا. علاش ما استنيتش تشوف الحجر الصحي وتعمل احتفالات تو سامبلومون خاطر عندي خدمة مش معناتها بديت فيها وقصيت عليها خاطر الكورونا. كنت باش نطلع نصور الكليب وجات الكورونا دونك قصيت. ابارتيغ ملي يرجع الدنيا ترجع نورمال ديريكت نمشي نتلهي في التورناج والكل، قلت خليني توا جو بروفيت نعمل خطبة هكا لما فازا باش من بعد نركز في الخدمة. كيفاش الخطبة عملتها؟ لا مع عائلية هكا وشوية من صحابي معناها كيما الناس الكل معناها. قداش من واحد كانوا موجودين فيه؟ مش برشا، لا ماكسيموم وي بيرسون هكاك. تو هذه خطبة 8 مليون؟ اي مع الظروف اللي نحنا فيها نتجنبوا التجمعات وكل، اما سبا معناها.